السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. واليوم عندنا القاعدة الثامنة اللي هي بتعلم العود والأساسيات، واللي هي راح نروح على مقام آخر واللي هو مقام الحجاز. كيف مقام الحجاز راح تكون؟ في البداية راح يكون عندك مقام الحجاز بالتالي. المقام الحجاز يختلف عن مقام العجم ومقام النهاوند. العجم اللي هو شنو؟ مقام العجم اللي هو يبدي من دول للدول بدون علامات تحويل، ومقام النهاوند ياخذ ثلاث علامات تحويل خافضه. هنا في طبعا يبدي من دول وينتهي بدول. هنا الحجاز يختلف، يبدي من الري وينتهي بالري، ياخذ سي بيمول مي بيمول وفاديس اللي هو نسميه نقول عليه عرض. فيصير عندك ري مي بيمول فا صول لا سي دو ري سي لا صول فا مي ري. تقدر تاخذ بالريش حتى تتمرن عليه، يعني ريش الكروش. شو راح نقسم عليه؟ ري مي فا صول لا صول لا صول فا صول فا مي صول فا مي صول فا مي فا كثير من الأمثلة. وركب هواني البصرة جاني، هاي وحدة. فوق النخل فوق يبقى فوقي. هذا أخواني لازم تتمرن وتشتغل عليه بالطريقة الصحيحة حتى أنت تقدر أنه تفرق بين الجمل الموسيقية والسلم. السلم هذا القاعدة الثامنة وشون انت بديت في الحجاز، وهكذا مستمرين في الموضوع الآخر اللي هو بس الحقيقة اريد من عندكم الشيء المهم هو انه انت كيف طريقة تمرينك وشون تتمرن حتى انت بالتالي راح تصير عندك امور كثيرة في هذا المقام هي تقوم تخرج عندك لانه مستوى التمرين مالك. أنا شرف لي الكبير طبعاً، وأتمنيت أنه وفيت وياكم. من عنده أي سؤال يقدر يقوله بالتعليقات، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية موجود واتساب أسفل الفيديو، واللي يحب يشترك في القناة أهلا وسهلا فيكم، تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.